ازيكم يا كسرة سيد؟ وحشتوني. انا مش عارفة اخد الباب ده ايه، كل شوية كده. يا حبيبتي ازيكم يا كسرة سيد؟ فيديو النهاردة بنتكلم عن شيء طيب مبدئيا كده انا بشتري شي ان مش دايركت على الموقع، عشان في ناس كتير بتخش تقول هنشتري ازاي من الموقع. انا بتعامل مع صفحه او جروب على الفيسبوك بيزودوا لي مبلغ بسيط قوي وما بدفعش جمارك، وهم اللي بيشتروا لي القطعه اللي انا عايزاها، ببعت لهم اللينك بس وهم بيبعتوها لي، ببقى شايله حمل اي حاجه ولا جمارك ولا يوصل امتى ولا اي حاجه. البنت بتقول لي مثلا هيوصل في خلال 25 يوم، فعلا بلاقي الدليفري بيتصل بيا المندوب وبيقول لي ان القطعه وصلت له. فانا ما بتعاملش مع الموقع شي ان او الابلكيشن شي ان على يعني كده، علشان شفت الحمله الجديده، مش قصدي ابينها والله بس هي باينه. المهم بقى ان انا ما بتعاملش معاهم مباشره شي ان علشان الجمارك، وساعات الجمارك بتلسعني. فانا بريح دماغي وبشتري من على جروب، وهحط لكم لينك تحت برضو. وكده كده في ناس كتير عارفين، والحمد لله في ناس بتروح للبنت، علشان انا والله ما بقولش اي حاجه فاشلي يعني انا كده كده بدفع وكل حاجه، بس يعني انا اول ما كنت بشتري من شيء اول مره كنت بلف كده مش عارفه اشتري منين، والجمارك وبسمع حاجات كتير قوي. فبصراحه هم مريحين جدا، غير كده الاسعار في المحلات غاليه قوي، فشيء ان يعتبر اسعاره رخيصه والماتيريال بتاعته والله حلوه. تعالوا بقى نشوف الماتيريال مع بعض عشان تشوفوا كلام صح ولا غلط. يلا بينا هنبدا باول قطعه. اول قطعه اشتريتها هي القميص ده، عجبني قوي بقى ستايله وقماشته. انا اصلا بقالي كتير قوي، اولا مبدئيا انا بحب القمصان البيضاء قوي، بحب بقى القماشه اللي هي بتبقى الرسمه دي اللي هي رسمه مش ساده كده، القماش شايفين هو لسه طبعا ما لبسوش فهو مكمل شويه. انا جبته ليه بقى؟ جبته عشان الدرابيه اللي في اللي عليه ده، مش عارفه باينه ولا لا. اهو بصوا الدرابيه دي اللي هي الخيط ده باينه قوي اهي. بصوا انا بقى جبته عشان ده، وده انا كنت جايباه في الفلاش سيل. يعني ايه فلاش سيل يا ساره؟ يعني كل يوم الابلكيشن بيحط قطعه فلاش سيل، يعني لفتره 24 ساعه ان الحاجات دي بيبقى معمول عليها سيل جامد قوي. فدي كانت في الفلاش سيل، كانت ب 28 ريال او 30 ريال، يعني سعرها كان حلو قوي. تمام؟ طبعا احنا بنضرب في العمله الريال، بنضرب في شو، هنشوف الريال بكام النهارده ونضرب فيه. طيب تاني قطعه وهو السويت شيرت ده، عاجبني بقى قوي عشان هو لونه ابيض، بس اكيد هبعد عن اي حاجه تتقلق عليه، يعني ممكن البس مريال عايز. بصوا بقى ده بقى سويت شيرت اوفر سايز، انا بحبه قوي، هوريكم عليا اهو. ده شتوي برده كنت جايباه في الفلاش سيل. انت خشي في الفلاش سيل كده، وخشي على اي بنت انت هتشتري منها او الجروب اللي انا بشتري منه، وقول لها انت هتعملي اوردر النهارده. لو هي تعمل اوردر النهارده يبقى هيساعدك يا ناجي، هتعملي بقى تطلبي كل القطع اللي انت عايزاها في الفلاش سيل. تمام؟ ده برده كان في الفلاش سيل. وبصوا الماركه دي حلوه قوي، لازم بقى ماركه حلوه عشان اوصفها. المهم الماركة دي الماتيريال بتاعتها نظيفة، وطبعا انا جايباه اكبر من مقاسي كالمعتاد عشان انا بحب المقاسات الكبيرة. بعد كده جبت برضو السويت شيرت ده، بس ده بقى انا لبسته وغسلته كذا مرة علشان الحق البسه قبل ما الصيف يخش عليه. بص حتى لسه جايباه من الغسيل والله، بص حتى يعني ايه لسه جايباه من المنشر، يعني اللي اخرني انا كنت بجيبه من المنشر. بصوا بقى ده لونه بيج برضو ده كان عليه فلاش سيل، كان مش معدي 150 جنيه. اوبجد بس مش فاكره بكام بجد. ومرسوم عليه سان شاين، كنت اجيب حاجه كده وبلبس بقى عليه بنطلون ميرتو بنفس اللون، يعني كانه ترنج كده على بعضه، بس انا ايه مكونيه. بالصدفه بقى انا جايبه برده السويت شيرت اللي انا لابسه ده من شي ان من السنه اللي فاتت، وبلبسه كتير قوي، ممكن يوفر سنه بسيطه كده علشان هو ما كانش غالي، ده صيفي اصلا صيفي، فبشيله بالمكنه اللي هي ازازه الوبر دي. طبعا انا عامله برده ريفيو عن مكنه ازازه الوبر على انستا، اللي ما بتابعنيش هناك ماشي روحي هتلاقي لينك على تحت الفيديو على طول، تابعيني هناك هتلاقيني مستنياك. واي سؤال بقى اساليني هناك، ايه انا برد على الناس، يعني حتى اللي مش برد عليه مفيش اصلا، برد على الناس كلها.
انا لابسه الكبت عشان المفروض ان انا مش بشتري حاجات للبيت، بس قلت ايه اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها عشان انا كسلانه قوي. طيب بقى احلى قطعه اشتريتها بجد في المره دي، طبعا لبستها، فانا قلت احلى قطعه انا لبستها، مش قلت احلى قطعه كده من ما فيش، وهو الفستان ده اللي ظهرك فيه قلت ايه وشك فيه اهي، الفستان بتاع البصل. لا ده بتاع البصل ولا بتاع ايه ده بقى، عاجبني قوي ولبسته فعلا، وهيكون هيتحدى ب 8 جنيه. ايه يا عم مش فاهمك، كلها ما فاهمين مش عارفه هو بيبيع ايه. طيب الفستان ده انا لبسته في اي احتفال عندي هلبسه، ولبسته وهوريكم اي حاجه انا لبستها، قول اي حاجه لبستها قول اي كاكا يعني فيها هبوظ لي الفيديو. طيب المهم ان انا اي حاجه لبستها هحطها لكم هنا علشان ادخلت لكم اهو عشان تشوفوه شكلها وانا لابساها، وبصوا لونه حلو قوي وقماشته جميله جدا، ده برده من شي ان وكان سعره حلو قوي. بيشتري الغساله القديمه، بيشتري الغساله القديمه ب 250 والجديده ب 500. ما تتخطيش ولا نفس المكان ولا نفس اللبس، بس نكمل الاوردر. طيب عاملين يقولوا جينز شي ان، جينز شي ان، جينز شي ان، فقلت اجربه علشان انا بحب اكتر حاجه بحب البسها جاكيت الجينز في الصيف بقى وفي الشتاء انا بحبها. المهم جبت جاكيت جينز، هو سعره حلو، كنت جايباه في الخصومات كان اقل من 300 جنيه. تمام طيب بصوا اللي انا هقول لكم رايي بصراحه في الجاكيت. اولا هو الجاكيت ما فيهوش ستريتش، فانا اهم حاجه عندي ان الجينز ما يكونش فيه ستريتش، فيه يكون جينز جينز تمام، يكون قماشته واقفه كده شويه، هو قماشته خفيفه شويه يعني طري كده حلو يعني ينفع للصيف. بس لو انت بتحبي الجاكيت الجينز اللي هي ماسكه نفسها قوي زي بتاعه بولانت بير وبريشكا فمش هو ده تمام. طيب مقارنه بجواكت الجينز اللي بره، هو سعره مش معدي 300 جنيه فهو حلو قوي على سعره، يعني الجواكت في بولاند بير وفي بريشكا وكده الجاكيت معدي 1000 جنيه و600 جنيه في السيل، فاحنا مش هنقارن الماتيريال دي بالماتيريال دي عشان اصلا في فرق اسعار. عجبني قوي الخطوط البيضاء دي، عجبني ستايل الايد ان هو ستايل الايد بتاعته معموله كده طوله كويس عشان البسه على فساتين. طيب مؤخرا بقى عجبني رسمة الشطرنج، انا بلعب طاولة بقالي كتير فهي الطاولة اثرت عليا عشان ظهر الطاولة مرسوم عليها شطرنج، فهو شكلها كده ايه اللعبة اثرت عليا بس زيادة عن اللزوم. المهم اللي انا جبت البادي ده عجبني قوي بقى البسه تحت اي جاكيت جينز، وانا مؤخرا بقيت بحب البني في البيج باين، تعرفوا ان انا زمان وانا في ابتدائي كنت بكره اللون بني في البيج، يعني كنت نفسي اروح مرحلة عايزه اروح مرحله اعدادي عشان اقلع البني والبيج بتاع ابتدائي، بس لما كبرت بتحب البني في البيج قوي وبجيبه كتير فعجبني قوي، ولسه بقى ايه هظبطه طبعا ايه لو اتصورت بيه هتصور بيه على الانستا، فهتلاقي اللينك تحت الفيديو عشان تتابعوا ايه التنسيقات بقى كلها تمام. طيب هنيجي بقى اللي انا اشتريت طرحه من شي ان، عجبني قوي لونها وعجبني الرسمه بتاعتها، انا بحب اللونين دول قوي مع بعض في الصيف بقى يبقى حلو، عجبني ان هي ستان عشان بحب مؤخرا الطرح الستان بتبقى خفيفه كده وشكلها شيك على اللبس. طيب يا ساره انت ليه بتشتري من شي ان؟ لسببين، السبب الاولاني ان الطرحه دي لو انا اشتريتها من بره هتبقى سعرها اغلى، حتى مش دعوه بالماتيريال انا بتكلم دلوقتي على السعر، غير كده اسعارهم حلوه، يعني انا دلوقتي بتكلم في فئه ان انا ادفع بجيب مثلا طرحه ب 60 جنيه او بجيب طرحة يوم ما بتعدي تبقى 120 جنيه او 150 جنيه، فحلو الطرحة بقى معاكم حلو او ده مرسوم عليها حصانين، يعني انا كنت شاريها ان هي تبقى حصان واحد طلع حصانين، يعني ولا مكلفين نفسهم والله حصانين. طيب المهم ان هي اهي، تعالوا بقى نشوف هي هينفع تتلف، عشان طبعا انت تقولي لي عليها ان هي شكلها صغير فانا هجربها في اللبس معاكم اشوفها صغيره ولا لا. بصوا اهي اهي وتعمل كده، في واحد بتاع بليله بيبيع بره بليله اهي، يعني طبعا عايزه تتعدل اهي، بصوا بتتربط عادي وهتنفع يعني حلوه هتنفع للصيف، والقماشه بتاعتها حلوه بس طبعا ها طبعا مش عايزه اتكلم كتير ان احنا لازم ما نحطش فيها دبابيس، دي يضرب لها دبوس اللي هو المغناطيس ده علشان لو تحط فيها دبوس هتتنسر عشان هي
الحرير بتاعها خفيف قوي يعني، بصوا خفيف، فما ينفعش ان احنا نحط فيها دبابيس. عموما اي طرحه ما ينفعش تحط فيها دبابيس، ولا حرير ولا ساتان ولا شيفون، تحطي الدبابيس في طرح القطن ليبيا، ليبيا مين اللي هي قويه. بس كده، وبكده كان الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون عجبك، وقولي لي رايك في القطع واحلى قطع عملتها. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، هخلص بسرعه عشان الهوجن. وقولي لي انهي قطعه عجبتك في التعليقات، وانا هرد عليكي. واي استفسار بخصوص شيء ان اشتريته من دون يا مالك ازاي، واي استفسار اكتر بتخش عليا او بتكلمي جروب شيء اللي انا بشتري منه. واشوفكم في الفيديوهات الجايه. يلا باي باي. ما تنسوش الاشتراك واللايك، ما تنسوش الاشتراك واللايك. سلام.